السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من صدى أقلامنا لهذا اليوم، والتي نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية. ونبدأ بأهم العناوين. في المدى، عقود الأرتال تفجر صراعا بالعبوات بين التحالف الدولي وجماعة الكاتيوشا. وفي الزمان، تحذيرات من انفلات أمني عقب سلسلة اغتيالات ممنهجة تهدد السلم المجتمعي. أما في ألترا عراق، الفوضى تهدد العراق والغذاء قد لا يكفي. وفي موقع عربي 21، مدفعية الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة بغزة. والعرب اللندنية، رئيس البنك الدولي: 100 مليون شخص مهددون بالوصول إلى مستوى الفقر المدقع. أما في القدس العربي، أردوغان: تركيا اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود. أخيرا في العربي الجديد، النظام السوري يسعى للتمدد على حدود الأردن. أعلن عن تأسيس الحشد الشعبي، وهو عبارة عن تجميع فسيفسائي لميليشيات شيعية كانت موجودة أصلا على الأرض، يدين معظمها بالولاء لإيران، وكانت مساحة مسلحة، فقد جرى فتح مخازن سلاح الجيش العراقي لها، وكله سلاح أمريكي، لتساهم في معركة جرى تأجيلها لأسباب غير معروفة 3 سنوات. فاروق يوسف يكتب عن سلاح الميليشيات في العراق بمقال نشرته صحيفة العرب اللندنية. لقد انتهت المحافظات التي احتلها تنظيم داعش إلى حطام، لا تزال الميليشيات تمنع إعادة إعمار عدد من مدنها أو عودة سكانها إليها بسبب تحويلها إلى معسكرات ومخازن لأسلحتها. غير أن ذلك لم يكن كافياً، فتسللت الميليشيات بأسلحتها إلى المدن ذات الكثافة الشيعية لتحول مدارسها ومبانيها العامة إلى مخازن لأسلحتها. ولأن الميليشيات هي كيانات عقائدية غير منضبطة، بسبب أن الجهة التي تشرف عليها وهي الحرس الثوري الإيراني لا ترى ضرورة في انضباطها على المستوى الوطني العراقي، فقد صار السلاح متاحا للاستعمال الشخصي. لقد شهدت مدن الجنوب معارك بين عشائر استعمل فيها سلاح ثقيل ما كان في إمكان الأفراد الحصول عليه إلا عن طريق الدولة أو عن طريق جهة هي أقوى من الدولة، وكانت تلك الجهة هي الحشد الشعبي. لم يكن هناك ما يمنع إقامة سوق خفية وعلنية للسلاح، وهي سوق صارت بضائعها رائجة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، غير أنها صارت أكثر رواجاً بعد أن نزعت ميليشيات الحشد الشعبي السلاح الحديث من الجيش العراقي، وهو ما جعل الحيازة على السلاح بكل أنواعه ممكنة بحجة الدفاع عن الطائفة والحفاظ على المذهب. صار لزاماً على الدولة أن تقوم بنزع السلاح عن الأفراد والجهات التي لا تمت بصلة إلى الميليشيات التي قررت أن تكون تحت إمرة الدولة. يضيف الكاتب: أعتقد أن نزع السلاح في العراق هو موضوع جوهري، لن يطمئن السكان المدنيون إلى سلامتهم إلا إذا تمكنت الدولة من إفراغ المدارس من الصواريخ، وتم سحب السلاح من العشائر، وتم إلزام مقاتلي الحشد الشعبي بعدم استعمال السلاح باعتباره سلاحا شخصيا. كيف ترضى الحكومة ومصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة على أنفسهم باعتبارهم قادة للحكومة والدولة بهذه الحالة التي يقسم العراق فيها حسب المصالح من قبل ميليشيات مسلحة خارجة على القانون؟
وماذا عن موقف دول العالم ودول المنطقة وبالعموم المجتمع الدولي من نظام سياسي تهيمن عليه الميليشيات والمافيا الطائفية المسلحة التي لا تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية، بل تنتهج سياسة العنف والفوضى وإطلاق الصواريخ والكاتيوشا على المناطق الآهلة بالسكان أو الدوائر الحكومية والسفارات الأجنبية، بل وتقوم بخطف الأجانب كما هو حال المختطفة الألمانية في العراق هيلا ميفيس من قبل؟ مقال للكاتب مصطفى محمد غريب في مجلة الكاردينا. أي دولة وأي قوى أمنية مسؤولة عن أمان وسلامة المواطن لا تعرف ولا تعلم حسب ادعاءاتهم بمصير عشرات المختطفين والمختفين والمعتقلين في أقبية سرية ليس لهم من يحميهم وهم عرضة للتعذيب الوحشي، وقد يكون ذلك لحد اغتيالهم ثم التنصل على وجودهم. إلى متى تستمر هذه الحالة المزرية الوحشية بعد مرور حوالي أكثر من 17 عاماً على إسقاط النظام السابق الذي اتهم من قبل هؤلاء الجلادين المجرمين أنه ظالم ووحشي واتهامات أخرى، بينما قام هؤلاء الجدد بالتفنن في استخدام التعذيب والإرهاب والقتل والتغييب، بينما تقوم هذه التنظيمات والميليشيات والمافيا الطائفية المسلحة بالسيطرة على مساحات واسعة في المدن والأرياف لتأخذ الإتاوات وتجمع المال بطرق فئوية وتسلب المواطن رزقه ورزق عائلته وتسيطر على أراضي الدولة وحتى المواطنين وجرف الصخر وغيره مثالاً، حيث يقال بشكل علني تسيطر عليه كتائب حزب الله والعصائب والنجباء وغيرهم. ألا يحق لنا أن نطلق عليها فرهود تحت طائلة أحكام شريعتهم أنها غير مملوكة ومن حقهم أخذها وهو حلال؟ هل العراق دولة أم ميليشيات مسلحة تتقاسم أراضيه ومدنه وهي مدعومة من إيران وغيرها وتملك السلاح الهائل والمتنوع بما فيها الدروع المعروف مصادرها كما هو سلاح حزب الله اللبناني؟ لذلك كما يقول الكاتب، أمام الحكومة الحالية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختيارات أهمها أولاً إما أن تكون حكومة قوية تنهي ملفات المافيا والميليشيات الطائفية بكل أنواعها وتمنع انتشار السلاح وملفات الفساد والملفات الأخرى المعروفة، وأن تكون دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. عند ذلك سوف يقف معها كل المخلصين وأكثرية الشعب. ثانياً، حكومة ضعيفة تتلاعب بها الميليشيات المسلحة وترتهن للتدخلات الخارجية ولا تستطيع أن تحمي شعبها ووطنها، فإذاً على العراق السلام. يقول الكاتب جاسم الشمري في مقال له في موقع عربي: حرص كافة المسؤولين في العراق أو في الدولة العراقية بعد العام 2003 على زيارة البيت الأبيض للحصول على الدعم المعنوي والعسكري في بلاد تعاني من ظروف غير طبيعية وتنهش العصابات الرسمية وغير الرسمية الكثير من رجالها وأموالها. وقد لاحظنا أن زيارة الكاظمي تختلف عن زيارات المسؤولين العراقيين السابقين من حيث الاهتمام الأمريكي الرسمي بها. وقد قال الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي إن واشنطن تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط العراقي، ولدينا قوات قليلة جدا في العراق، وتواجدنا لمواجهة أي عمل إيراني، ونتطلع للانسحاب من العراق في يوم لا يكون هناك حاجة لوجودنا، وسندعم العراق ليكون جاهزا للدفاع عن نفسه. وفي كل الأحوال أتصور أن تركيز الإدارة الأمريكية في حوارها مع الكاظمي سيكون على الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران وكيفية التخلص منها. فهل الكاظمي يعد من الشركاء الأقوياء أم سيكون مجرد ساعي بريد لنقل رسائل واشنطن ويحاول ترجمتها في المشهد العراقي؟ وهل الكاظمي الذي دشن زياراته الخارجية بزيارة إيران يعد رجل أمريكا في العراق أم رجل إيران أم هما شريكتان في الرجل؟
يضيف الكاتب أيضا الزيارة تأتي في إطار وقت يمر فيه العراق بأزمات سياسية وشعبية وصحية واقتصادية، وكذلك في ظل عدم وضوح للعلاقات بين بغداد وواشنطن. يرى مراقبون أن واشنطن بحاجة لمصادقة من الكاظم حول فرض هيبة العراق والدولة والسيطرة على السلاح والحد من دور الجماعات المسلحة. وفي الوقت الذي يعمل رئيس الوزراء على برهنة ذلك، تواصل الجماعات المسلحة قصف مقتربات المصالح الأمريكية في البلاد، ويعقبها تحديد مكان القصف وضبط منصة الإطلاق من قبل القوات الأمنية دون الإشارة للجهة المنفذة أو إعلان تعقبها، أي أن هناك تواطؤ وعدم كشف تلك الميليشيات. مقال للكاتب محمد المحمودي في موقع ألترا عراق. لا تكاد تمر أسابيع قليلة منذ وصول مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، ولم تستخدم فيها الجماعات المسلحة سلاحها المفضل القصف بالكاتيوشا وبأهداف متنوعة، مرة نحو المنطقة الخضراء وأخرى صوب مطار بغداد أو القواعد التي يتواجد فيها الأمريكيون في شتى المناطق. وكان أكثرها حساسية من ناحية التوقيت القصف الذي سبق زيارة الكاظمي إلى واشنطن، والذي رآه مراقبون رسالة جريئة وواضحة إلى الجميع، خاصة بعد التسريبات عن الاجتماع الذي سبقها بأيام في منزل زعيم تحالف البناء هادي العامري بحضور الكاظمي وقيادات من فصائل مسلحة. عملية القصف المتكررة هي رسائل بعدة اتجاهات، أهمها رسالة عابرة للحدود للولايات المتحدة الأمريكية بشكل دقيق، مفادها أن الاستهداف للمصالح الأمريكية لن يتوقف إلا في حالة تحقيق الانسحاب، كذلك وترجمة لقدرة وقوة هذه الجماعات كدليل على أنها تفوق إمكانيات الدولة، ما يعني على واشنطن عقد المفاوضات معها بشكل مباشر. والرسالة الثانية إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة، وتفيد بعدم التزام تلك الجماعات بوعوده والتزاماته لواشنطن فيما ترتبط بحصر السلاح بيد الدولة، وهي من تحدد شكل الدولة أمام المجتمع الدولي وفي الداخل. الاستهدافات المتكررة للمصالح الأمريكية يهز من صورة العراق وقدرته على ضبط الوضع الأمني، هكذا يقول الموقع، وقدرة هذه المجاميع وستؤثر على الكاظمي في واشنطن، والأخيرة ستنظر له من خلال بوابة أزمتها مع طهران، وهي تدرك أن تلك المجاميع هي حليفة لإيران. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريراً تساءل فيه عن المواقف المتذبذبة الصادرة من السودان حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإن كانت الخرطوم بدأت بالتراجع عن التقارب مع الكيان. وفي التقرير الذي أعده مراسله محمد أمين قال إن التطبيع الذي أعلن الأسبوع الماضي بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني طرح أسئلة حول الدولة العربية التالية التي ستعلن التطبيع، وقال إن السودان يحكمه الآن تحالف بين المدنيين التقنوقراط والمسؤولين العسكريين. وبحسب اتفاق التشارك في السلطة فسيتم تنظيم الانتخابات بعد 39 شهرا من توقيعه، وفي الوقت الذي التقى فيه مسؤول سوداني قادة إسرائيليين في شباط فبراير الماضي، تعمق الخلاف بين المكون المدني والعسكري في السلطة، وأظهر عزل المتحدث باسم الخارجية السودانية والرسائل المتناقضة من فروع الحكومة المختلفة التوتر حول موضوع مثير كالتطبيع. فبعد 24 ساعة من إعلان الإمارات وإسرائيل صدر عن الحكومة الانتقالية رسائل داعمة وأخرى رافضة، مما يعطي صورة عن غياب الموقف المشترك داخل المؤسسة الحاكمة. فعندما أثنى حيدر صادق المتحدث باسم الخارجية السودانية على الاتفاق في تصريحات نقلها الإعلام أعفي من منصبه، وأشار إلى أن الخرطوم وتل أبيب تقيمان علاقات سرية، وقالت الخارجية إنها دهشت من تصريحات صادق، وأكدت أن الحكومة لم تناقش إمكانية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفي مكالمة هاتفية مع الموقع قال صادق إنه كان يعبر عن آرائه الشخصية،
ولكنه تمسك بما قاله عن وجود علاقات سرية بين البلدين، وقال: ما قلته يعكس سياسة حكومتنا من التطبيع مع إسرائيل، لأن هناك اتصالات ولقاءات سياسية مفتوحة على أكبر مستوى في الدولة. يضيف موقع ميدل إيست آي أن مدير الموساد الصهيوني ناقض، اسمه يوسي كوهين، ناقض التصريحات السودانية وقال إن حكومته تجري اتصالات مع السودان وإن التطبيع هو جزء من أجندة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ففي بداية العام الحالي التقى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في أوغندا وناقشا التطبيع، ونظر للقاء أو نظر للقاء في حينه على أنه محاولة من الخرطوم للحصول على رضا واشنطن لكي ترفع العقوبات الصارمة عن السودان. ويقول أمين إن التناقض في التعليقات وعزل الدبلوماسي أثار جدلا داخل مؤسسات الحكومة الانتقالية وفي ائتلاف الحرية والتغيير. تكاد الضربة التي تلقاها لبنان تكون قاتلة، بالكاد كانت هذه البلاد تدبر يومياتها وسط أزمات سياسية مزمنة واقتصادية خانقة، وبصعوبة بالغة استطاعت النجاة من زلازل إقليمية وتصدعات أهلية ترافقت مع محاولات دائبة لإلحاقها بمشاريع جيوسياسية هدفها توظيف موقع لبنان لخدمة أهدافها. مقال للكاتب غازي دحمان في صحيفة العربي الجديد. باختصار، تحول لبنان ساحة صراع للآخرين، وقد يكون دخل هذه المرحلة منذ بدايات حربه الأهلية في منتصف السبعينات، لكن بفارق أن اللبنانيين في المرحلة السابقة هم موظفوا القوى المختلفة في مشاريعهم، صاروا موظفين في خدمة مشاريع الأطراف المتصارعة، فيما لبنان الوطن يفقد مزاياه الواحدة تلو الأخرى على مذبح تلك المشاريع. نتيجة لذلك اتسعت الفوارق بين لبنان والمراكز الإقليمية الصاعدة، أصبح لبنان طارداً كل عناصر التطور وروافعه، ولم يعد باستطاعته الحفاظ على دوره القديم ولا صناعة دور جديد يستطيع من خلاله تعويض جزء من خسارته، بات مرتعاً لحيتان الفساد التي تألفت مع حيتان منظومة الأسد وتحت إشراف إيران المباشر من خلال وكلائها وزبانيتها. على وقع ذلك انهارت الطبقة المتوسطة في لبنان، وهي التي شكلت على الدوام أحد أهم روافع التطور بما تضخه من أفكار وقيم. انهارت قبل أن تسرق المصارف أرزاقها بكثير، وقبل أن يأتي انفجار العنبر رقم 12 في ميناء بيروت على آخر ممتلكاتها. بالأصل كان أحد شروط انهيار لبنان التنكيل بهذه الطبقة التي تشكل أحد أعمدة قوة لبنان. يتساءل الكاتب: كيف وصل لبنان إلى هذه النتيجة؟ وهو البلد الذي لطالما كان نموذجا للعصرنة والقدرة الهائلة على مواكبة التطورات والاستفادة منها، وكيف تقهقرت ريادته في ظرف سنوات قليلة ولم يعد ذلك المثال الذي كانه سويسرا الشرق، ولم تعد بيروته باريس الشرق كما كان يحلو للنخب العربية تسميتها. تركز شركة ظاهر للإنشاءات التي يقع مقرها في إسطنبول على مفاهيم النقل الجيوسكوبي التي يمكن أن يغير تبنيها شكل قطاع النقل العام للأبد، وتعمل الفكرة الثورية على استغلال المساحات الضيقة في الشوارع والأماكن العامة لتسيير ناقلات ركاب ضخمة تعمل بتقنية عجلات الجيروسكوب أو المداورة، وهي حركة دائرية متغيرة حول محور يسمى محور المبادرة، وتتحرك هذه المركبات على سكة موجودة في الشارع. ويدير الشركة المخترع الروسي ظاهر سيمانوف وزوجته منذ عام 2006، وقد طور خلال هذه الأعوام عدة مفاهيم جديدة كرؤية لمدينة طوباوية أو ديستوبية في المستقبل القريب، وطائرات من دون طيار يمكنها تدمير قواعد القوات الجوية والبوارج والمجمعات السكنية.
وعلى الرغم من أن بعض المفاهيم تبدو مستحيلة، يقول سيمانوف إنه ينشر تصميماً جديداً فقط عندما يكون متأكداً من أن الحل الذي تم العثور عليه ممكن تقنياً، ولا يوجد عوائق علمية تمنع تصميمه. والآن إلى أهم وأبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. إلى لقاء جديد في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.